من البداية كده عايزة اقول لكم الموديل اللي هعمله في الفيديو ده كله مشاكل، كله فيه حاجات كده هو اتعملت ومش عارفة اتعملت ازاي، والنور قطع ومشاكل كتير جدا، وطلع القماش مش قد كده. يعني ايه، خليكم معايا ان شاء الله الفيديو ده عشان تستفيدوا برضك من الحاجات اللي انا الغلطات اللي انا وقعت فيها. تمام، نصلي على رسول الاول. احنا هنا طبقنا التول ده على العرض بتاعه، هو اللي هو التول اللي احنا بنقيس منه اللي هو 2.5 متر، ده بقى متر وربع قسمناه على طبقناه على 2. تمام، والبرسن اهو بتاعه يعني دوت كده هو عرض القماش دوت 2.40 متر او 3 متر. تمام، فاحنا هناخد على قد طول طبقنا هنا على قد الطول اللي احنا عايزينه، اللي هو كان طول البنت باقي من الطول الكامل 60 سم، يعني طول الفستان كله 85، فطول الوسط شلناه وبعد كده الباقي ده 60، فانا زودت 5 سم عشان ده لما بيبقى كشكشه كتير ويبقى تحت منه التلبيسه بيقصر شويه، بيرفع لفوق شويه، فانا زودت 5 سم. تمام اهو كده، وهيبقى 3 او 4 طبقات على بعض. تمام، ادي كده وانا هنا، وهقص الزياده دي كده وهفتحه من هنا كده مطبقاه اهو، فانا هفتحه. نقول الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تمام، الموديل ده بتاع اطفال عيله عندها 10 سنين. جبنا 2.5 متر التل ومتر القماش اللي بيلمع ونص متر بتاع التلبيسه. تمام، احنا طبقناه زي ما شرحت لكم بالمنظر ده كده، وهيبقى 4 طبقات. عايزه اقول لكم اول حاجه هي اتعملت، وعايزه تصحيح ان انا كنت بدل ما اطبق القماش التل بالطريقه دي هطبقه هيبقى البرسون اللي انا قصيته الحته زي دي ما كنتش قصيتها، كنت تانيته العكس عكس ما انا بطبق. تمام، وكان مش هيفضل منها اي حاجه خالص. تمام، دلوقتي انا فصلت القماش زي ما قصيته بالطريقه دي، ما كنتش عايزه افضل منه اي حاجه، قصيناه وركناه على جنب. دي التلبيسه ان احنا هنعملها يا دوبك هي بنفس الطول كده، يا دوبك هنكشكشها من فوق بس، واحنا بنركبها في اخر الفيديو نشوفها او في وسط الفيديو. القماشه بقى دي الفيزون دي بقى هي بقى بصي المؤاخذه يعني القرف كله بقى فيها، مع انها قماشه غاليه صاحبتها بتقولي ب 200 جنيه اولا ملوحه القماشه. بصي لما بطبقها لكم كده بصي اللوحه قد ايه، ومن الناحيه الثانيه حته صغيره، فجمعت ده على ده هتلاقيها تقريبا بتاع متر الا ربع. تمام، طبعا البردك البرسون مشدود، فلازم بردك هقص ايه البرسون دي إيه دي كده كام حاجه دلوقتي عد ورايا كده من ساعه ايه ما قلنا الغلطات اللي في الفيديو ده. هي الموديل طلع حلو وعلى البنت كويس، بس غيرت رايها كذا مره وغيرت بعد ما خدت حاجات فكيت. يعني بصي الفيديو ده غريب بكل المقاييس زي ما بيقولوا كده. ادي الفرق اهو ما بين المتر والمتر ده، وانا على فكره يا جماعه بتقول لي ذهولت لي المتر ب 200 جنيه ما نزلش منها تعريفه. اولا هنعمل ايه، هنشيل البرسون ده عشان بيشد القماش معانا وعشان ما يكشكش القماشه، وكمان الحته ما بيكونش البرسون عريض اللي فيه ما بيلمعش دي عريضه، فانا قلت لا ايه اقللها بنفس الوقت اللي انا اعمل ايه اشيل من البرسون شويه. طبقتها كده على 4. بص المسافات ازاي بتختلف، طبعا المطة بتاعته زي ما انا مطبقاها كده هتبقى بالعرض ماشية مع الجسم يعني. تمام، انا كده بسوي القماش عشان الطبقة اللي تحت دي اقصر من الطبقة اللي فوق. تمام، اعذروني بقى واستحملوني في الكلام اللي انا بقوله ده في الفيديو ده، وهنعمل موديل طلع حلو وكان قرفته سهلة، بس اللي انا شفته فيه بصراحة كان صعب جدا. تمام، وزيادة على كده ان هي عايزاه في يوم، يعني جابتولي مثلا التلات عايزاه مني جابتولي الاربع عايزاه مني مثلا الفرح الخميس الجمعة، فهيبقى الخميس كمان وانا عندي شغل تاني فالحمد لله. دلوقتي احنا بناخد نص عرض الكتف عندها هنا هو 17، وننزل 2 سم بس بتعملي الكتف، وناخد ايه 7 سم دوران الرقبة، وبننزل هنا انا هو الموديل زي ما انتوا شفتوه قط. هي قالت لي لا يا ريت تفيضي لي منه تعمليه بكم، والله هي اللي قالت كده خليكم ايه فاكرين، قالت لي عشان البنت ساعتها كانت هيبقى الفرح بالليل وهي عيانه هتبرد والكلام ده. تمام، عملته على اساس ان هو قط فقللت لا عملته بكم، فنزلت حاره الجيرو 16 سم. ماشي، عشان بقى مبحبح معاها لو تلبس تحت منها حاجه، ونزلت طول الوسط عندنا 25، وخدت مسافه الربع الوسط زي ما انتم شايفين كده خدته بالظبط من غير اي بنس،
وزودت الاربعة سنتي بتوع ايه، بتوع الخياطة. وكده فصلنا الكورسيج عن ايه، عن بقية الجسم. تمام، خليكم فاكرين معايا المعلومات دي. عايزه اقول لكم بسبب تغيير الرأي بتاع الزبون او بتاع صاحب الحاجه، انا يعتبر نفسي ان انا اعتزل والله المهنه دي بجد، اللي انا بشوفه من الناس اللي هي بتغير رأيها، متردده، ما بتكون مش عارفه هاتي على ذوقك واعمل على ذوقي وبعد كده لا مش هو ده. يعني بصي، حاجات كتير اللي بينزل الشارع ويتعامل مع الناس بيشوف حاجات كتير جدا. دلوقتي احنا بنفصل بنفصل الامام عن الخلف عشان نعمل التعديلات بتاعتنا، اللي هي الرقبة والكتف وحرز الجيرو. كده رجعناه زي ما هو كده، وهنعمل بقى العلامات بتاعتنا اللي هي مكان الخياطة، وهنا مكان السوستة ضروري برضو، ده مهم. الخط الفرد ده مهم هو، واللي فوق ده. تمام، انا هنا هو بقى ايه الموديل فيه كورنيش، دي الحاجة التانية اللي بقول لكم عليها فيها غلطة. الكورنيش طبعا على ناحية واحدة، انا فاكر ان هو على ناحية واحدة وكده. فبصوا خط العرض بتاعه وقست طول الوسط، فالمفروض اعمله ايه الدبل. تمام، انا طبقت كده، خدت الايه المسافة دي هو طالع بره الكتف شوية والمنظر ده، فانا قست العرض ورحت ايه خدت شريط عريض بعرض القماش. عرض القماش ده 150. تمام، انا كده عملته كده. بصوا بقى الخطوة الجاية دي بقى الغلطة، الدوران ده بقى بتاع الكورنيش. في الحالة دي انا لما اكون هعمل كورنيش للكتفين، تمام، انا كده قصيته. المفروض ان انا اقصه، انا برضك بعد ما اقصه وخلص هشرح لكم بصوتي غير اللي انا مسجلاه. بصوا قصيت ازاي، دي الغلطة ايه مش عارفة كام بقى احسبوها. المفروض كده هيبقى كورنيش للاتنين للكتفين. بصوا اربع طبقات اتنين زي بعض كده اهو، ده هيبقى بالمنظر ده. بصوا بقى سكت شوية كده عشان هيبقى المنظر ده، اسمعوا بقى مني الحكاية. بصوا بقى هنا في غلطة حصلت، طبعا المصداقية اللي ما بيننا والمصداقية المفروض بتوع اليوتيوبر كلهم تبقى عندهم. الغلطة اللي انا عملتها ايه، انا عملت الكورنيش، فانا من عادتي لما بخيط بيبقى الصورة قدامي، انا عارفة ان الموديل ده فيه كورنيش، تمام، فالكورنيش ده عايز الضعف بتاعه اللي هو ورا وقدام. فالمفروض اهو الكورنيش ده بيبقى عامل كده، ادي الجسم اهو وبيتكشكش، فانا عايزه ضعف الكميه دي، بس هتبقى شريط واحد طويل وفي النص هو اللي ايه الواسع كده. فانا عملت طبقت المفروض، يعني المفروض اللي انا اعملها كده زي ما هي، بس اسيبها مربعه وبعدين اسيبها كده، ده كله كده، واعمل من هنا الواسع، المنطقه دي تبقى هي هنا ونازله على ما فيش، عشان لما اجي كشكشها تبقى توصل للمسافه اللي انا عايزاها هنا وهنا، من هنا كده من قدام ومن ورا في كتف واحد. فانا هنا اللي قصيته على اساس ان انا هعمل كتفين قصاد بعض، كتفين على كتفين، نعمل كورنيش وكورنيش عادي وكده، فتبقى كشكشه بسيطه. فانا اللي قصيته ده على اساس ان هو يعمل كورنيش اهو على الكتفين، يبقى كده، ودي هتبقى الكشكشه بسيطه هنا. دي الغلطه اللي انا بقول لكم عليها. انا كان المفروض بقى اعمل ايه، ان انا بعد ما طبقت القماش كده اعمل هنا العرض اللي انا عايزاه واقطعه نصين كده، هو الطول اللي انا عايزاه اهو زي ده كده اهي، واقصها دغري من هنا، وبعد ما اقصها دغري اروح انا فرداها واقص الدوران زي ما قلت لكم. تمام، فانا دي مش هتخسر عندنا. انا هعملها حاجة تانية برضك، مش هنهدر القماش، وزي ما بقولوا ايه اللي بيحضر العفريت ايه لازم يعرف يصرفه. فاحنا كده هنعمله ده، هنعمله الحزام، هنعمل ده الحزام. تمام، انا حبيت بس اشرح لكم عشان لما تقولوا اللي انا ايه حاجة غلطة ومش غلطة والكلام ده. تمام، هنشيل ده كده، وهنعمل برضك نفس العرض هنا كده، هنتنيه عشان نقصه اهو. هوريكم دلوقتي ايه رايكم بقى. الامانه بتتطلب مني ان انا اقول لكم اللي حصل عشان ما حدش يقع فيه ويبقى مركز. انا الظاهر ما كنتش مركزه ولا ايه بالظبط، بفكر في ايه. تمام، ادي هو بيبقى هو المفروض خط كده، واجي اروح اعمله كده زي الكورنيش من مسافه بسيطه لايه
لنفس العرض فوق. عايزه اقول لكم الكورنيش ده متهيألكم ان هو عريض، بس عشان انا هعمله تانية كبيرة، عشان زي ما انتوا شفتوا الموديل في شفة كده طالعة من عند الكشكشة، بتبقى دي متنية، تبقى مجوز ومشطبة نفسها بنفسها، تمام. والقماش ده كمان ما بينسلش، فمش محتاج ان هو يتعمل ايه اوفر ولا اي حاجة، تمام. ادي هنا الغلطة اللي احنا عملناها في الكورنيش الاولاني، هنعمله حزام برضو مش هنهدر اي حاجة، وبرضو هيطلع كم، تمام. اهو ده هيبقى الخيط من فوق ومن تحت، وده على قد وسطها هيبقى مظبوط. الباقي هنا بقى هيتعمل ايه، ربنا يبارك في المتر دون، ان هو هيطلع كمان كم من هنا. الكم طبعا بتاع السواري بيبقى مظبوط على قد الجسم والكلام ده، وعملته والله واكني ما عملتوش. يعني انا برضو البنت حضرت باللي هو ايه بالقط، يعني بعد ما ركبته شفتوا بقى التعب، بعد ما ركبت الكم والام جت مع بنتها وقالت لها كويس وجميل، روحت يا دوبك قالوا لها ايه قعدي يعني إيه، لا مش بكم ده فلح ومش فلح والكلام ده. راحوا قال لي، رجعت قالت لي لا معلش يعملوا لها قط، فطبعا ايه مفيش وقت، فقلت لها ماشي. ده من ضمن الحاجات برضو اللي بقول لكم عليها، اللي الواحد يعني بتخليه نفسه بصراحه، يعني بيقولوا يا ريت اللي ربنا ما كانش محببه في الخياطه واداله موهبه بسبب التغيير والتردد والكلام ده وكده بتاع الناس. فانا عملت الكم اهو، وقست طول حاره الجير وزودت عليه 2 سنتي، وعملت الوسع بالظبط كده الكم، يعتبر ايه الكم خلص. القصائص دي بقى ممكن بقى نطلع منها بيه، طبعا نطلع منها حاجه، فايه كده يعتبر خلص. او حبينا نعمل كورنيش للكم لو هي عايزاه كم طويل او طول، عشان انا المقاسات الكم ما كنتش واخداها من البنت، بس انا قستها ايه بالويم كده من المقاسات اللي انا باخدها للبنات او العيال الصغيره، فانا خدتها كده بالويم، لان يعني كمان السورات بتبقى الكم بتاعها مش طويل قوي، بس تحسبا يعني. دلوقتي بقى هنبتدي نخيط، ان احنا نكشكش ايه، نكشكش التول بايدينا من غير الفرنس، عشان يا جماعه التول لما بتعمل على الفرنس بصراحه لقيتها ان هو قبل كده يعني في فيديو عملته كان بيقطع التول، فانا عملتها بايدي كده زي ما انتم شايفين. مسكت طبقتين طبقتين فوق بعض ورحت كشكشتهم، وبعد كده هجيب ايه الطبقتين التانيين عليهم بعد ما كشكشهم برضك، واحطهم الاتنين على بعض، يعني هيبقوا 4 طبقات، كل طبقتين متخيطينهم في بعض، وبعد كده احطهم عليها عشان ما نتلخبطش، و بيبقى الـ4 طبقات واللي هو بيبقى هايش فهنتلخبط، تمام كده. انا بعمل ايه الطبقتين التانيين وهحطهم على بعض الـ4 طبقات. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهو بص دلوقتي الكام طبق على بعض حطيتهم، حطيناهم على بعض، فتحس ان ايه الكشكشه كتيره، وكمان لازم يبقى الكشكشه الطبقتين الاولين والتانيين لازم يكون مقاساتهم بعد الكشكشه قد بعض، لو في واحده غير التانيه لازم اظبطهم وانا ماشيه، تمام. انا دلوقتي خلصت اهو، بص وقسته هيبقى ايه الوسط بتاعه، اي نعم زياده شويه بس هكشكشه على قد الوسط بعد ما اركب الكورساج الجزء اللي فوق. دلوقتي رجعنا للكورنيش هنعمله، بص التانية اللي انا بقول لكم عليها اللي هي التانية العريضة، بخيط على طرفها عشان انا عايزة ابرز. بص انا عملت كسرتين الاول، وبعد كده انا هعملها ايه كشكشة اهو. بصوا بس للاسف، بصوا بقى العيب التاني اللي شفته في القماشة دي، ان لقيتها الفتلة بتفوت، رغم ان الابرة دي ابرة خفيفة، يعني الابرة اللي هي 14 اللي هي بتاعت الفيزونات والكلام ده، بص لقيت الخياطة بتعمل ايه بتفوت. اروح انا عملت ايه، طبعا الحاجات دي بتبقى عندي اساسا عشان انا مجربة، الورق الكرتون ده الورق الجرايد اروح مخيط عليه، فقرفتني بجد القماشة والقصة اللي هنا مش شايفة اللي تحت الورقة اللي انا بخيط ايه، وللاسف انا قلت بقى ايه همشيها بكده وخلاص، حتى ما جاش في بالي ان انا اجرب ابره تانية. وهوريكم برضك بعد ما خلصت الحاجات الصعبه بالورق، اتضح ان انا الابره مجرد ما غيرت الابره الدنيا سهلت، الابره الورق اهو بيتشال كده على طول، بس طبعا بتاخدي وقت عقبال ما بتشيلي بعد ما بتخيطي، والفتل تقعدي تفتحي فيها والكلام ده وكده، وتشيلي البواقي خالص بتاعت ايه الورق. فانا لو كده عملت الكورنيش اهو، واقيسه الكشكشه اللي انا عاملاها على قد الصدر اللي ورا واللي قدام ولا لا، تمام. قبل ما احطه بقى لازم اشبك الكتاف على بعض، الكورساج بقى برضو هيعمله ايه بالورق، ما اي خطوه بعد كده هعملها بالورق،
وبرضك ما جاش في بالي ساعتها ان انا ممكن الزق سوليتيب او بلاستر من تحت الدواسه، او ما كانش قدامي يعني السولوتيب وكده، انا كانت قدامي الجرايد، فدي اسهل ايه طريقه. بس في كذا طريقه، بس عايزه اقول لكم بقى النصيحه، لما تلاقوا الفيزون عمل كده هاتي ابره 18، لان انا هوريكم دلوقتي وانا بخيط جات لي فكره ان انا اجرب ابره تانية، وفعلا لقيت المقاس ال 18 التخينه، لقيتها بتمشي من غير ورق خالص على على القماشه دي. بعد ما بصي يعني، بصي بقى تحت مني تحت المكنه ورق قد كده، وفي ورقه تبقى معوجه اروح فكاها والكلام ده وكده. اهو انا دلوقتي عملت الكتاف، واجي اعمل ايه الكمام، اهو اظبطه كده واروح برضك. بصوا الشلل بقى في كده، ان انا الدورانات دي انا بحب اشوف الابره ماشيه ازاي والغرزه شكلها ايه، انما انت متداريه بالورق فده الصعب جدا في الموضوع. هعمل قدامكم بس يعني إيه، لما بكون كمين بعمل كم واحد، لما بكون حاجتين بعمل حاجه واحده، وبعد كده هكمل الباقي مع نفسي، افك واربط والكلام ده عشان ايه الورق، وبالذات بقى في الكم عشان اعمل الكسر تحت الورقه، والورقه تخلص واجيب ورقه غيرها لزقها فيها، والدورانات بتاعت الكم، فده حاجه صعبه جدا بصراحه. الفيديو ده او الموديل ده شفت فيه حاجات بصراحه خنقتني، بس يعني ايه اللي يشفع ان الموديل طلع كويس في الاخر على البنت. ادي الكشكش اهو، وبعد كده اجتني. بص بقى انا لما هنا عملت كذا طبقه كذا طبقه على بعض، يعتبر 3 طبقات اهو، لقيت ايه الدنيا مشيت معايا كويس اهي، يعني كام طبقة على بعض، لكن لما يكون طبقتين بس بتبقى مفوتة يعني. بصي هي هو القماشة دي بحالات يعني 3 طبقات، وانا كنت عاملة طبقتين للكتف او للكم، حطيت الطبقة الثالثة بتاعت الورق، فدي من غير طبقتين اهو، بص طلعت ب3 طبقات بس. هنا بقى بعمل ايه اهو، بعمل البيه بتاع الرقبة. ليه؟ لان انا ما اقدرش اركب الكورنيش غير لما اكون عامله مشطبه الرقبه، فالرقبه برضك عملتها اهو بالورق، وجيت اتنيها لقيت الورقه عريضه ففكتها، فردت البيه ورحت خدت طبقه من اللي هي اللي هتني عليها الحرف البيه، قطعتها، وبعد كده سبت طرف اللي انا هخيط عليه، عشان كل ما تبقى طبقه تخينه كل ما ايه هتخيط معايا كويس. اهو بصوا برضك بورق اهو، رغم كذا طبقة، مش بقول لكم القماشة تبقى حالات، ادي طبقت بيه. بصوا رحت غيرت دي اللي هي الورقة السوداء دي 18، دي الاقل الرفيعة، فروحت تانيتها اهو. بصوا وانا بخيط كده عملت حتة في ورقة، وبعد كده قلت لا هشوف اجرب الورق الابرة 18. بصوا انا شلت الورق، وبرضك في فتل يعني في حروف كده هتلاقيها ايه اهو، بص اللي هنا دي عايزه يتداس عليها تاني الحته الاولانيه قبل ما اغير الابره. اه بصوا كده خلصتها عجبه، طبعا اجي بقى اكون قاسمه الكورنيش بالنص، احط خط النص بالظبط بتاع الكورنيش وعلى الخط بتاع الكتف، واثبته كده بدبابيس، واخيطه على ايه، على نفس الخياطه بتاعه الكشكشه اهي، الخياطه اللي انا مخيطاها الكسر دي انا ادوس عليها اهو. بصوا لو تشوفوا طبعا انا غيرت الابره فمش محتاجه دلوقتي ايه الورق، يعني بصي في اخر الفيديو يعني بعد ما خيطت معظمه ان انا اتضح ان انا لازم اغير الابره، مع ان معروف ان الابره الرفيعه دي بتبقى للفيزونات للحاجات الخفيفه للشيفونات والكلام ده، بس اتضح بقى ايه ياما لسه هنشوف انواع قماش غريبه ولازم نتكيف عليها ولازم ايه نفكر لها كده نتصرف فيها ازاي. انا كده خلصت اهو الكورنيش، واجي اقفل بقى الجناب عشان اخلص اللي فوق الجزء اللي فوق، واعمل ايه اعمل الجزء اللي تحت اللي هو ايه التل. تمام انا دلوقتي هعمل جنب واحد وهعمل الجنب التاني ايه مع نفسي. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بصوا الكورنيش اهو كده يعتبر خلص، اجي بقى اعمل بقى ايه طرف التل مع الطرف اللي هو يتركب فيه السوسته بتاع الجزء اللي فوق، واخيطه كده. تمام اهو، طبعا لو لقيت التل دون اوسع من الوسط بتاع الجزء اللي فوق اروح انا مكشكشه وانا ماشيه كده مراح مزحزحه شويه، وايه لازم اخلي ده على قد ده، وطبعا همشي على قد ايه على الكورنيش ذات نفسه بالمنظر ده كده اهو. انا
ما عملتش التلبيسه، انا بعمل ده الاول. اجي التلبيسه بقى، بص بعملها بطريقه عشان ما تبانش. اخلي الفستان الجسم اللي هو اللي فوق هو اللي في النص، والطرف الناحيه فيها الطل والناحيه فيها ايه التلبيسه، واكسر كده التلبيسه، لان التلبيسه دي عرضها 150، فلازم ادي كسر كتير عشان انا عايزاها برضو تبقى تدي فانشه للتل. اقعد اكسر كده لغايه لما تيجي على قد ايه، على قد الوسط. وانا عملتها في النص كده، داريت الجسم بتاع الفستان اللي بيلمع في النص، عشان لما اجي اعدل الفستان واقلب واعدل اعدل التلبيسه هتبقى مش باينه الخياطه، الخياطه تبقى متداريه. الثلاث طبقات دول، طبقه التل والفستان والتلبيسه، هيبقى ايه. بصوا لما اجي اقلبها بقى، بصوا كده اهي الفستان اهو كده اهو، بصوا مش باينه ازاي، تبقى مش باينه عشان ما تشوكش كمان البنت. تمام. اجي بقى هنا عشان اركب السوسته، امسك في التل كل طبقتين، كل طبقتين اخيطهم في بعض. الناحيه الواحده فيها اربع طبقات، الطرف والطرف التاني فيها اربع طبقات، فانا اخيط كل اتنين على بعض، وبعدين اعمل الاربعه مع بعض والاربعه التانيين، عشان يبقى ايه ما يلخبطنيش يعني، وانا ماسكاهم كده مفيش حاجه تهرب من تحت. تمام. انا بخيط بس التل، مش بخيط كله مع بعض. احنا كده يعتبر قربنا نخلص الفيديو، وعايزه برضو اوريكم في الاخر الصوره وهو بكم، والنور قطع في الاخر، مش النور، الكارت خلص. وساعتها قسما بالله الست اول ما رجعته لي عشان تعمله بكات، عملته بكات، وجيت عشان اضيق شويه عند الوسط، جت النور كان فيه مشكله في الكارت ومرضيش يشتغل بعد ما شحنته، واضطريت ان اعمل اقفل بعد ما فتحت الجناب عند امسك التل في الجسم اللي فوق، عملته على ايديا. والله عملته على ايديا، بقول لك انا شفت الامرين زي ما بيقولوا كده في الفيديو ده. طبعا هي عذرتني، النور قطع ومش في ايديا، والنور كان فيه مشكله في الكارت والعداد. فالحمد لله ساعتها اليوم ده خالص هي مشيت من هنا، وانا طلعت قفلت المحل وطلعت. دلوقتي انا قفلت اهو مكان السوسته، اجي بقى اركب السوسته. طبعا ركبتها قدامكم كذا مره وبطريقه ايه بسيطه، فانا بس ايه يعني هسرع لكم تركيب السوسته عشان احنا عملناها مع بعض كذا مره اهي كده. واعمل الاتجاه التاني، واكون حريصه ان انا احط الخياطه على الخياطه بتاعت الجنبين اللي هو بتاعت الوسط بنفس الطريقه اللي انا بدبسها بدبوس، وبعد كده ايه بعد ما اعلم عليها افكها واخيطها تاني. تمام. هي هي نفس الطريقه في اي فستان انا بعملها بالمنظر ده كده كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتقدروا تستفيدوا وتخلوا بالكم وتحذروا من الغلطات اللي الواحد وقع فيها. وانا مش يعني ايه مش دايما اكيد، ما فيش حد ما بيغلطش، بس يكون واحد مصحصح وفي نفس الوقت يسيب صاحب الموديل يقول عايز ايه بالظبط، عشان بعد كده يعرف يحاسبه صح على الشغل اللي اتعمل ده. ادي الفستان اهو بعد ما خلص اهو، والفستان جميل جدا وبكم والكلام ده. تمام. دلوقتي هوريه لكم وهو النور قاطع بردك، وهو بيتعمل قط، والحزام بتاعه عريض اهو زي ما انتم شايفين. ادي بصوا هو النور حطيتها على اول المحل كده عشان يبقى منور، وادي اهو وهو قط. ودلوقتي بردك هتشوفوه وهي البنت لابساه، بعتت لي الصوره وهي لابساه بعد الفرح، وبردك وهو النور مطفي بردك هصوره لكم. يا رب الفيديو يعجبكم ويكون شرحي وافي وتقدروا تستوعبوا الغلطات اللي حصلت فيه اللي انتم تتفادوها. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. وادي الفستان اهو على طبيعته. شكرا.